اوه عم بحكي معه وردي، فيني تحكي معه؟ اوه وردي هيك صارت صاحبك خلص؟ اوه عم بطلع فوق. اوه لا 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 بقضوا وردي. السلام عليكم شباب، ويلكم باك فيديو جديد. طبعا يا شباب بعد الفيديو رح نلعب مالتي كرافت، هي السلسلة الأكثر سلسلة أنا مبسوط ومتونس فيها بالقناة. فهلأ يا شباب هي الحلقة رح نعمل، هلأ بتعرفوا شو حنعمل؟ رح أحكي لوردة، بس قبل ما نروح على وردة وأفتح عليه الباب وأحكي معه الشغل. أوه نسيت الباب مفتوح، هلأ يمكن يقدر يسمعنا هيك أبعد شوي من رب جابت رحومي. طبعا يا شباب بهذيك المرة سألتكم بدي أعمل مفاجأة لوردة على الانستغرام انه بدي اعمل له حساب وهيك، ولكن خطر ببالي لسه فكرة احلى يا شباب، اللي هي انه اي واحد عنده سؤال يروح يسألني على الصورة الاخيرة، يسأل سؤال لوردة مشان اشوف الاسئلة الحلوة كتير بسأله اياها. بس روحوا على الانستغرام تبع وردة، موجود بالتعليقات وبالوصف وبكل مكان، روحوا عليها وعلقوا له على الصورة الاخيرة. وهلا خلونا نروح نسلم عليه. بس لحظة تذكرت شغلة قبل ما نروح ونسلم عليه، كل واحد ينزل يحط هلا لايك. كل الحلقات الماضية وصلت فوق ال 30 ألف لايك، فلهيك يا شباب بدنا نشوف هاي الحلقة من وصلة ال 30 ألف لايك العيون وردة ولا لا. يلا إن شاء الله بنوصلها. ومشي هلا نروح نسلم على وردة. وردة على التلفزيون، هلا وردة وردة. على شي لما يلف وجهه بيرتعب. كيفك وردة؟ مبسوط؟ مبسوط ولا مالل؟ مالل شوي؟ مالل؟ اوه والله مالل وردة. اوه سمعت صوت عنكبوت، يلا مو مشكلة. وردة لا ما في داعي تخاف، هذا العنكبوت انا بعرف على الاغلب من وين مكانه، يمكن من تحت الارض. لهيك في حلقة يا وردة بدنا نقتل العناكب ونظبط المنطقة تحت الارض، وبدي اشوف بدي اعلمك كيف تقاتل يا وردة لو شوي صغيرة، واعلمك على المعادن وهيك شغلات. بس ما بعرف يا شباب، اكتبوا لنا يا شباب اذا بدكم انزل قريبا يعني او هيك شيء. وردة اني خايف. يلا مو مشكلة يا وردة، بس انتو اهم شي يا شباب تكتبوا لنا اذا بتكون ننزل ونقاتل وهوش وهيك، ولا بتخافوا على وردة كتير وما بنقدر. وردة هلا بي هلا اليوم بتعرف شو بدي اسوي لك؟ بتعرف؟ بدي اسوي لك مسبح. مسبح اوكي. وردة المسبح اللي ابني لك اياه مشان بطل نروح كتير نبعد وكذا، مع انه مسبح هيروز رهيب، بس مع ذلك حنبني مسبح وكمان حنضل نروح زيارات عند لحمه وهيروز وهيك. اوكي يلا اوكي. خلينا هيك. اول شيء يا شباب نحتاج لنبني مسبح، مو كتير موارد، بس يعني بدي شوي صغيره موارد بحيث انه يكون المسبح شكله رهيب واسطوري. خلينا ناخذ بنعمله من ستون بريكس وستون، بطلع الفكره كتير حلوه عن جد. يعني بدي اعمل المسبح شيء يكون مميز، وما بعرف صراحه اذا في حدا هيك عامل مسبح من هذا النوع من قبل، لانه هو مو فكره كتير 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 معينة ببالي، ولكن بتصور انه عم ضفت هدول الشستين كمان، ما بعرف حسيت انه احسنت على الحان يا وردة. شوفوا يا شباب محتار صراحة، كنت انه اسوي هون ولا هون المسبح، لهيك ربط. شوفوا يا شباب فيني ابني هون بحيث انه الواحد بس يطلع من الشباك هون يلاقي المسبح، بس اذا بنيته هون بطلع احلى، ولكن ما فيني اشوفه من البيت، فبتصور انه هون نبني بكون فكرة احسن، وبنحط حديقة هيك صغيرة وكذا. اوكي وردة، ونحط باب وبطلع اسطوري. هاي وردة عجب الوضع كمان. طيب خلينا نبلش يا وردة شوف المهمة تبعك هي لحظة استنى، كنت احكي لك تشيل الدرت بعدين، لا غيرت رأيي. خليني اشوف اذا عندي ديرت بالبيت ولا لا. هون عندي ديرت ولا لا؟ شوي الخشبة. الخشبة يمكن حاطينها بالغلط. دروبات استنى. اوكي هي بتصور راحت الدروبات يا شباب، كبست جربت كل الكبسات اللي ممكن تروح الدروبات. المفروض لا والله زادت شكلها، بس لا راحت خلص تمام مش الحال. خلينا هلا نشوف يا شباب. شوفوا يا شباب صراحة اللي ناوي اسويه انه يكون، ليش انفت على البيت؟ انه من هون بدنا نسوي هون بابين اول شيء، او باب واحد. صراحة محتار وين اسوي الباب، ممكن اسوي باب واحد هون مثلا، او ممكن اسوي من تحت الارض نفوت ونطلع، بس لا خليه من هون واحد. وردة شو رأيك اعمل الباب هيك ولا اعمله هيك من بابين احسن؟ مو هيك احسن؟ اوكي هيك احسن. طيب يا شباب اذا هيك خلينا نعمل هذا هيك بهذا الشكل، وكمان فينا نشيل هدون ونحط بدلهم خشب. هلا من بابين معنا، بس نشوف فيه وين الابواب، الباب تبع الخشب هون؟ لا وين الخشب هون؟ والله شيل الخشب يا شباب.
خشب حطيت اوه هيات هون يعني خمس ابواب بكفوا بزيد بنحطهم بهذا الشكل بحيث نكون من برا واحد اثنين نفتح نسكر هيك مفتوح شكله حلو. طب سكرناه بتقولوا ابدل هدول احكوا لي اذا بدكم يا ابدل هدول الحبتين والحبتين اللي هون بخشب ولا اخليهم هيك هيك شكله طالع حلو شوي ما بعرف انتم براحتكم وخلينا هلا لا حطيته بالشيست الغلط يلا هلا بعدين بنرتب الامور هلا بس خلينا اهم شيء اهم شيء اهم شيء وين كرافتنج تيبل اوه ما عندي بالبيت كرافتنج تيبل يا شباب اوه لا لازم لازم يكون عندك كرافتنج تيبل لهيك خطر ببالي فكره اللي هي انه احط حبتين كرافتنج تيبل الوحدة هون وواحدة استنى اوتي وان الخشب والله دايما بنسى وان الخشب يا شباب هاي الخشب هون عندي اربعة كرافتنج تيبل طيب كتير حلو ببدل او لا خايف اكسره وبعدين يبطل فين رجعة طيب بحط كرافتنج تيبل واحدة هون وواحدة هون بقوم السكر بطلع حلو هيك احلى اوه وردة وردة حط وردة 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 شو رأيك نعمل حديقة كبيرة او حديقة صغيرة حديقة صغيرة احسن شي مو حديقة صغيرة ومنحط جنبها مسبح بدك كبيرة كبيرة وكذا بس اذا عملناها كبيرة ببطل في مسبح بدك صغيرة ومسبح بدك مسبح مو اوكي اوكي اذا بدك مسبح خلينا نبلش بالمسبح اذا هيك طيب اذا هيك الشغلات اللي بنحتاجها يا شباب هلأ صارت بس الستون بريكس هي بنحطها هون بنحط اربع حبات هو اربع استكات تقريبا صار عنا ستون لا اي غلط اي غلط نحطها هون هيك والله صار عنا استكين تقريبا وهي هون ثلاث استكات وهي اربع استكات تقريبا او ثلاث استكات وشوي خلينا نبلش هون وين اسوي المسبح يا شباب فيني اسويه هون هيك والله محتار بالتصميم المسبح كيف بده يكون تماما ولكن بتصور انه يكون على الجنب احلى فكره حلوه بتطلع هيك مظبوطه بنحطها بنبلش المسبح شوف ورده 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 بدي هلا بعمل لك مربع وانت بتوسعه وبتساعدني بتوسيعه اوكي ورده طيب اوكي اوكي خلينا نشيل هيك 1 2 3 نعمل 3 4 والخامسة 1 2 3 4 والخامسة اوكي هلا بدنا نكمل المربع يا وردة 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 هلا شيل انت كل البلوكات اللي بالنص اوكي يلا يلا شيلهم هي وردة عم بشيل البلوكات اللي بالنص يا شباب وانا بقعد بشيل الحواف بدي اعمل عرضه يكون مناسب واللي يمكن كمان اكبره شوية صغيرة مشان ما بعرف احس انه ما هيك عرضه بيكون مو كتير زياده لو بدي اعمل عرضه الداخلي خمسه ولسه بدنا الشكل الخارجي يكون له اكبر فبنزيد الحجم تبعه من هون هلا بتشوفوا كيف بطلع ورد عم بيساعدني والله احلى شيء الواحد بنبسط لما يكون في حدا عم بيساعده فبايكون لما يكون ورده هو اللي عم بيساعدك خلينا نكمل من هون اوه ورده حط ورود ورده هون بدنا نحط المسبح هلا كمان شوي يلا خليها هون واخر شيء بنشيلهم اوكي اوه ورده ثالثه والله ورده شكلها حب المسبح كثير اوه يمكن يا شباب ورده لما ورده 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 انت لما تحب شيء والله ورده عم بتفرج بالورود يا شباب يمكن ورده لما يحب شيء بصير يحط ورود ما بعرف هي جزء من شخصيته يمكن هذا لازم نكتشفه معاكم بالحلقات الجاي ورده خلينا نكمل تكسير نكمل زيادة بدنا نعمل طبق زيادة طبقتين لتحت وبكون مخلصنا اوه لا انكسر الشبل يلا بروح بكمل انت شيل الطبقتين هدول اوكي يلا بلش شيلن الله علينا خليه يشيله ولا بس يشيله يا شباب شوفوا انا كتير 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 بنبسط لما يكون في شيء عم بعمله حيبسط الناس التانية فمو بس وردة اللي حينبسط كل موجودين معاي حينبسطوا اكيد بهذا الشيء اللي عم بعمله فبدي اعمل تصميم يكون اسطوري ورهيب فالشغلات اللي بحتاجها هي الواحد بالمسبح العادي شو بكون فيه اوه في زحليطة في زحليطة يا شباب بتذكرت هلا بكون في زحليطات وكذا هلا من بحب اشوف اذا في ممكن اضبط زحليطة ولا لا خلينا نشوف هدول بكف طيب اذا معي هدول شو الشغلة اوه عم بقول شو كنت بدي هلا تذكرت بدي اخذ شبل هي معي الشبل كمان هينكسر بس يلا بكفي بكفي هذا خلينا نشيل اوه وردي بعد عم بكسر لا وردي وردي لا وردي مين محبسك تحت يي وردي اوه لا يا شباب وردي وقع بالكيف لا 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 تخاف لا تخاف وردي جاي انقذك هذا الكيف اللي فيه وحوش يا شباب لازم في حلقه نيجي ونحاول نصلحه تعال وردي وردي لا تبعد لا تبعد لا تبعد في وحوش تعال خليك جنبي خليك جنبي خليك جنبي خليك جنبي دير بالك دير بالك هدول في وحوش اشرار خلينا نحاول نطلع لا تعال تعال من هون تعال من هون اوه يا شباب خلونا اذا هيك نسدهم باي شيء مشان ما نوقع مره ثانيه والله ما كنت متصور انه هيك يصير يا شباب لا والله منيح ما حرق قرب على وردة كان 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 وقعنا بمشكلة يا شباب اوه لا 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 شهد 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 ما عم بقدر اطلع خلينا نسكر لا وردة وردة خليك بعيد عن هي المنطقة ولا تنزل ابدا عليها غير معي
بدنا نشوف ممكن ننزل يوما ما لحالنا. بس لا هلا ما تنزل لحالك ابدا ابدا ولا حتى تفكر تنزل. خلينا نكسر من هون ونكمل تكسير. اوه والله خفت عليك وردة. لا 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 ما لازم توقع هيك مرة تانية. خلاص كمل تكسير انت الطبقة اللي فوق. اوكي كان هاي الطبقة اللي فوق انت بتكسرها وانا بكسر اللي تحت هاي الطبقة. اوكي يلا خفيت ما بدك خلاص خلينا ننام اول شيء. اوه بدك تنام امشي امشي نام اول شيء بعدين بنكمل تكسير. تعال تعال قبل ما نسبح ولا شو شو. يلا اوه والله ارتعبت يا شباب عوردة. خلينا افتح له الباب ويطلع ينام فوق. صار زكي الباب وكذا. يلا نام هي وردة نام وانا بدي انام كمان. ووو والله يا شباب خفت كتير. يكون صار لوردة شي بس الحمد لله لحقته بسرعة. خلينا نطلع يلا وردة تعال نطلع. يلا تعال نطلع. اوكي 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 خلينا هلأ نكمل البناء يا شباب. يا وردة انت شيل هي الطبقة اللي فوق صدقني ما حيصير لك شي لا تخاف. اوكي اوكي هي بلش يشيلها وانا بشيل اللي تحت. ويا شباب هلأ بس خلص هي الطبقة. اوه لازم نشيل هي لانه هي خطر صارت. هي بدنا نسكرها هلأ بس اسكرها. هي يا شباب بس هلأ. لا وردة وين وردة لا تخاف لا تخاف. لا الدنيا الصبح ما بيجيك في حدا. ما بعرف اذا بيجيك حدا لا بس ما المفروض. لا وردة 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 هناك عتمة. اوه عتمة وردة بتخاف من العتمة بتخاف من العتمة. اوه طب تعال تعال اطلع فوق وبعدين بنروح منضويها ومنظبطها وكذا. بس هلا لا ما لازم هلا ننزل لها ابدا. هي سكرنا المنطقة من هون بشوف اذا بتسكر كمان. اوه والله لازم نسكرها منيح. هي طالما سكرناها من هون ما عاد يطلع لنا اي وحوش او اشياء مرعبة. خلاص كمل كمل تكسير الطبق اللي من فوق. اوكي هيك تمام. والله يا شباب مرتين وقع وردة هون بس يلا مو مشكلة المرة الجاي ما لازم يقع. هلا خلينا نكمل هدون بايدنا بس منه ما ضل كتير. وعبين ما وردة نشيلهم خلي وردة يشيلهم انا بقعد بحط هدون الارضية تبع المسبح وبعدين بنظبط المسبح. هلا هنا بحط الارضية. الارضية انا اعملها من هذا النوع بلوكات يا شباب مشان يطلع الارضية بتختلف عن عن الحيطان تبع المسبح. الحيطان ناوي اعمله بنوع تاني فبطلع كل شيء اسطوري. هلا لو بتفهموا قصدي خلي وردة يشيلهم وبكون وضعنا تمام التمام. خلينا نشيلهم هدول. اوه وردة والله والله وردة انت احسن واحد بالبناء وشيل الشغلات والله وحش وردة. يلا تمام خلينا نكمل هون. يلا يلا وردة 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 حاعطيك شوية بلوكات وانت سكر هاي المنطقة. اوكي هدول مو كله طلع. وردة وردة بدي احكي لك بدي اشرح لك كيف. وردة بتحط هون واحد اثنين ثلاثة بس الحواف لا. اوكي الحواف ما تحبيها. اوكي ماشي طيب ماشي خلينا هلا نحط هدول. انا حاحط حاسوي الاطراف تبع المسبح يا شباب مشان الاطراف تبع المسبح تكون كاملة وزبط يمشي المسبح بالنسبة لنا يطلع مسبح غميق شوية بس يكون شيء اسطوري. اي وردة 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 هلا بعمل لك طريقة لتطلع من هون. صار فيك تطلع حاول اطلع فوق مشان تشوفني من فوق. هو حساعدك حساعدك انت امسك هدول بلوكات هدول بلوكات ساعدني بحط ارض الحواف تبع المسبح. ويا شباب بعد ما نكون حطينا الحواف تقريبا بنكون خلصنا من المسبح بكون ضلنا كم شغلة زيادة. بس خلينا نحط هدول كم بلوكة شو اسمها هي ديرت زيادة على الجنب. هلا لحالهم بتحولوا بعد بعد فترة. اذا ما بتعرف المعلومة يعني لازم لازم تتعلمها لانه هي الشغلة كتير مهمة بماينكرافت. خلينا نحط الحواف هيك بهذا الشكل. انا معي كتير كتير بلوكات بكفوني وبعد ما نحطهم بصير فينا نسبح انا وردة. بعد ما يصير فينا نسبح بتعرف شو اللي بصير. اوكي اوكي هي وردة عم بحطهم. خلينا نكمل نكمل من هون كمان ونكمل من هون كمان. اطلع فوق وردة. يلا هلا ضل الخطوة الأخيرة وردة انا نحط بالمي ونسبح. يلا نظبط المي وكمان بنظبط بعدين انا بظبطه بزيادة بس بعدين بنحط بحط زحليطة وكذا. الزحليطة بتصور ما بعرف يا شباب اذا حتظبط معي الحلقة ولا لا لانه بتكون صارت كتير طويلة. خلينا نشوف كيف ممكن اظبط زحليطة. اوه زحليطة ممكن اظبطه بهذا النوع من الخشب يا شباب بتطلع حلوة. نحط اكثر من نوع خشب كمان بتطلع لسه احلى. نحط هذون هاي الكرافتينج. اوه هذا النوع من الخشب كمان حلو يا شباب. خلينا نحط اسوي دراج. اوه والله في فكره رهيبه. خلينا ناخذ مانه ولا كمان نحتاج. يلا ناخذ هذون ولا بعمل رنج يا شباب. الرنج رنج بتعرفوا شو الرنج؟ هلا ما بعرف اذا بتعرفوا شو الرنج ما بعرف شو هي بلهجاتكم بس هلا بتشوفوه بتفهموا قصدي. والله الرنج اسهل يا شباب انه هلا خطر ببالي وسهل كتير الواحد يعمله. استنى استنى وردة وردة عم بعمل عم بزبط الشغلات هلا ما بدي عم بدي شو ليش وردة كتير مستعجل. شوفي 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 وردة في شيء مهم في شيء مهم وردة شوفي وردة عم بخليني اطلع. او لا لا وردة 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 بعد عنه بعد عنه هذا شرير. او ما عم بضربك. او يمكن اه بتقدر تحكي معه بتقدر تحكي معه وردة. اوه
بتقدر تحكي معه بس هو يعني بس انت تكون موجود معه ما بيهاجم. في منه مناح وفي منه مو مناح. اوه عم بحكي معه وردي، بتقدر تحكي معه. اوه وردي يا شباب بقدر يحكي معه. خلينا شو اللي صار. اوه حكيت له يروح، صارت صاحبك خلص. اوه عم بطلع فوق. اوه لا 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 بعد عن وردي، بعد عن وردي. لا وردي شرير طلع، اول شي حاول يخدعك بانه منيح. لا اوه لازم نلاقي حل. والله يا شباب رعبني. لا ما لازم نسمع لك شي يصير. طيب اول شي خلونا نعبي مي. والله يا لا وردي ما حكيت لك ما تثق بالغرباء. المرة الجاي بس بدك تحكي معه خليك هيك جنبي، بس لما انا ما اكون موجود لازم تحكي معه قدامي حصرا. هلا خلونا نعبي مي يا شباب بهي المنطقة. انا بعرف كيف اعبي مي، بس خلونا اول شي بحتاج باكيتين، بعمل باكيت تاني هون. والله يا شباب قلبي لهلا عم بوقف. والله وما كنت بتصور هيك شي يصير، بس والله شي رهيب انه بوردي بقدر يحكي مع المخلوقات التانية. اكتبوا لي شو رأيكم بهالشي، وشو ممكن تصوروا انه يكون شي شغلات زيادة ممكن يسويها وردي. خلينا نحط هلا المي. شوف وردي انا في بالي طريقة لنحط مي. هلا شوف انت خليك فوق مشان ما توقع وتعلق تحت. بنحط بهذا الشكل بلوكات، وبعد ما نحط بهذا الشكل بلوكات بطلع من هون ومنسكر بنسكر بطبقة واحدة، وبعد بتسكر بطبقة واحدة. هلا بتفهم علي قصدي شو هو. هلا هي الطريقة احسن طريقة لتعبي مسبح يا وردة. بتحط واحدة هون واحدة. اوه هي بلشت الماي. لسه اصبر هلا بصير احلى لسه. بنحط واحدة هون وبنجيب مي كمان من المسبح الثاني. هاد مو مسبح، هي بحيرة هي ما بنسبح فيها. بنحط واحدة هون كمان وواحدة هون، وبعدين هون بتصير لا نهائية بنقدر نحط هون كمان. اوه صارت تقريبا كاملة. هلا زبطت. الله علينا. هلا بس بنشيل هي الطبقة اللي حطيتها اخر شيء، وبعد ما نشيل هي الطبقة يا شباب بكون صار المسبح كامل والمي معبي المنطقة. وبعد ما المي تعبي المنطقة بنحط الرنج اللي هو اخر شيء بدنا نحطه، بنكون خلصنا يا شباب. بكون الوضع اسطوري وبنبلش نسبح وكذا. بس اكتبوا لي، انا صراحة كتير 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 تحمست بس شفته بقدر يتواصل مع المخلوقات التانية يا شباب، وانه ما خاف منه العنكبوت بس هجمه. انا زعلت لك، بتكون تكتبوا لي وتعملوا حسابكم انه الوحوش الثانية ممكن تكون شريرة وتضحك عليه. بل اوه نط بالبحر وردي. اوه وردي صحيح تذكرت وردي. اوه وردي عم بسمع هلا خلص من الرنج. وبدي احكي لوردي شغلة كمان يا شباب. هلا انتم كتبتوا لي اياها المرات الماضية فتذكرت هلا شو هي. خلينا نظبط من وين بيعمل الرنج. الرنج بعمله الرنج ممكن اعمله من هون يا شباب، من الجنب ممكن اعمله من هون، بس خلونا نعمله من هون بكون احسن. بنحط هيك بالنص 1 2 3 و 1 2 3 من هون 1 2 و 3 والاثنين بكفي. يلا 2 بكفي، ما بعرف صراحة 2 بكفي ولا لا 2 بكفي بتصور. ونحط بعدين الرنج، هذا هو الرنج يا شباب اللي هو بتطلع عليه وبتنط بعدين بالمسبح. خلينا نحط هدول بس. لا درز ولا صار عنا الرنج. وردي 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 هو عرفت تعلم عليه لحاله. يلا وردي وي. اوه يلا دوري هلا انط. يلا 1 2 و 3. اوه طرشتني وردي، طرشتني بس وقعت، طرشت مية علي. يا معلش. اوه لا 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 بعد 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 وردي لا بعد شرير وردي. لا وردي خليك بعد، روح اهرب على البيت، اهرب على البيت سكر باب، اهرب على البيت سكر باب. هاد شرير لا هاد ما بس. لا 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 وردي ما بتقرب ابدا على وحش تاني ولا مره. انا بخاف عليك وهذا الشيء عن جد يعني اذا عنكبوت حاول يخدعك ممنوع منعا باتا تحكي مع اي وحش، حتى لو كنت انا معك الا اللي تيجي وتسالني ما بتبعد عني مره تانية. اوكي والله يعني والله بزعل منك بعدين. خلص ما بصير، انا بحبك وما بدي اياك تموت. خلص خلينا هلا نكمل يا شباب. والله يا شباب ارتعبت عليه كتير، فما لازم نسمع لهذا الشيء انه يصير. اكتبوا لي كيف ممكن يعني اضبط الوضع، لانه هيك اذا ضل هيك يروح وما حكيت له انه ما بصير ممكن يروح يا شباب وانا مو موجود، ويروح عند الوحوش الثانيه ويسوي عندهم شيء. فهذا الشيء ابدا ما بدي يصير. انا بخاف عليه كثير زي ما انتم بتخافوا عليه المرات الماضيه. ما شاء الله كلكم كتبتوا لي انكم خفتوا عليه وهيك، فما بدنا يصير شغلات غلط ابدا. خلينا هلا وردي خلاص يلا نط انت بالمسبح. خلاص انت تبع بالمسبح سوي اللي بدك اياه. هلا انا هون بعد عم وردي اسمع.
اوكي شباب ام قوسل نهايه الحلقه. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، ولا تنسوا تسالوا وردة على الانستغرام، اسالوا على اخر صوره، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه بالانستغرام تبعه قبل ما تسالوه عشان يعني يطلع لي اشعار انكم سالتوه اشوف اسئلتكم. يلا ما بطلع عليكم. صح الانستغرام هلا ما بعرف فيه يا وردة، على فكره هو مخلي مفاجاه انا بس يلا بس يعرف انا بحب اساله دغري على الاسئله. وما بدي اطلع عليكم. السلام عليكم. سلامات.